كابتن فاروق، تحياتي للاستاذ محمد ابو الخير، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص النادي الاهلي انهى استعداداته النهارده للمباراه المهمه والمرتقبه في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا امام فريق النجم الساحلي. اكيد خلاص هي مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، للجهاز الفني، ولكل جمهور النادي الاهلي، وبالتحديد 50,000 متفرج اللي هيكونوا متواجدين بكره ويمكن يكون اكتر. اكيد كلهم مترقبين هذه المباراه، كلهم مترقبين فوز النادي الاهلي في هذه المباراه والتاهل للدور النهائي عقب طبعا غياب حوالي 4 سنوات عن هذه البطوله. لكن خليني اقول لك ان في تركيز كبير جدا طبعا من كل فريق النادي الاهلي كابتن فاروق ومن الجهاز الفني. خلاص ان شاء الله هم مدركين جيدا ان هم متواجدين في مرحله مهمه ومرحله فاصله وحاسمه في بطوله دوري ابطال افريقيا. خلاص مطالبين ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الفوز من خلال مباراه الغد. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن اخبار الفريق، مدى جاهزيه لاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا النهارده عايز اتكلم بالتحديد عن محاضرتين كابتن حسام البدري النهارده اداهم للاعبي النادي الاهلي. محاضره كانت صباحا بعد الفطار، كانت محاضره اكيد مهمه. كابتن حسام البدري بيستمر طبعا في وضع بعض الرتوش الاخيره، سواء على التشكيل اللي هيبتدي بيه، على الطريقه اللي هيلعب بيها هذه المباراه، السيناريو اللي ممكن يكون حاطه كابتن حسام البدري لهذه المباراه. ايضا منذ لحظات بالتحديد من 5 دقائق تقريبا انتهت المحاضره الاخرى الثانيه النهارده من كابتن حسام البدري للاعبين، واللي كانت بعد العشاء مباشره وبعد مران النادي الاهلي الاخير. كل لاعبي النادي الاهلي خلاص مستعدين استعداد كامل لهذه المباراه. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال هذه المباراه، ويقدروا يحققوا الفوز والصعود للدور النهائي. لكن خليني بالتحديد اتكلم عن مران النهارده كابتن فاروق. النهارده كان مران خفيف شويه، خصوصا خلاص المباراه غدا، فبالتالي ما فيش اي احمال بدنيه كبيره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي النهارده. هو كان عباره عن بعض تدريبات الكره، ومع نهايه المران كان في تقسيمه قويه شارك فيها كل اللاعبين بشكل جيد جدا، واضح جاهزيتهم بشكل كبير جدا. التشكيل ما فيش اي ملامح للتشكيل ظهرت، خصوصا ان كان في بعض الصحفيين التونسيين اكيد اللي بيرافقوا فريق النجم الساحلي واللي كانوا متواجدين النهارده بيتابعوا مران النادي الاهلي، فبالتالي كابتن حسام البدري يمكن لخبط الاوراق شويه بالنسبه له في التقسيمه، فبالتالي ما وضحش خالص التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري. لكن نتكلم عن جاهزيه بعض اللاعبين، بالتحديد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص جاهز 100% للمشاركه في هذه المباراه، حتى لو اساسي عبد الله السعيد جاهز بشكل كبير جدا ان هو يشارك في المباراه دي. نفس الحال بالنسبه لوليد سليمان، ايضا هو عائد من الاصابه، جاهز بشكل كبير جدا ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. ده طبعا حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري والفكر اللي عايز يبتدي بيه هذه المباراه. اللاعب الاخر اللي عايز اتكلم عنه، وانا سالت كابتن حسام البدري النهارده عليه بالتحديد، هو هشام محمد. هشام محمد احنا عارفين ان هشام يمكن عنده كسر في كف ايده، فبالتالي لسه في كبيره موجوده في ايد هشام محمد. لكن انا سالت كابتن حسام البدري على مدى جاهزيه هشام خلال هذه المباراه، وقال ان هو لا جاهز ان هو يكون متواجد ومتاح، وقال ان هو 23 لاعب المتواجدين او المتاحين لكابتن حسام البدري متواجدين هنا في المعسكر في برج العرب قبل هذه المباراه، كلهم جاهزين تماما للدفع باي منهم ان شاء الله خلال هذه المباراه. طبعا الغيابات عارفين احمد فتحي للايقاف، اكيد غياب مؤثر جدا. حسام عاشور طبعا للاصابه، اكيد ايضا غياب مؤثر جدا. لكن ان شاء الله كابتن حسام برضو اكد ان هو عنده البدائل الجيده واللي تقدر تعوض غياب 2 لاعبين بحجم حسام عاشور واحمد فتحي. اكيد هم اصحاب خبرات كبيره جدا بالنسبه للفريق داخل الملعب، وبالتحديد في المباريات الحاسمه اللي زي دي. طبعا مباراه الذهاب كانت انتهت 2-1 لفريق النجم الساحلي، لكن ان شاء الله خلال مباراه العوده النادي الاهلي قادر ان هو يفوز، ومش بس بهدف، لا اكتر من هدف ان شاء الله من خلالهم النادي الاهلي يقدر يواصل مشواره الافريقي، يقدر ان هو ان شاء الله يوصل للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا. اكيد 50,000 متفرج هيكونوا مهمين جدا بالنسبه للفريق بكره، هيكونوا دافع قوي جدا بالنسبه للاعبين. خليني اقول لك ان اللاعبين مبسوطين جدا ان هيلعبوا امام عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين الفترات اللي فاتت كان بيبقى موجود جمهور النادي الاهلي لكن اعداد قليله، بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا. المره دي اكبر عدد من جمهور النادي الاهلي هيكون موجود خلال فترات كبيره، هو 50,000 متفرج.
ان شاء الله ايضا لو النادي الاهلي وصل النهائي ان شاء الله ده اللي بنتمناه، هيكون العدد اعتقد هيكون اكبر من كده، وده اللي اكيد بيتمناه كل لاعبي النادي الاهلي. مش ناقص خلاص غير التوفيق بالنسبه للاعبين ان هم يقدموا مباراه قويه من خلالها ان شاء الله يقدروا يفوزوا بهذه المباراه. لو في اي استفسار يا كابتن فاروق اتفضل معاك. لا يعني هو دلوقتي امير خلاص، دلوقتي اللاعبين طلع خلاص غرفهم هيناموا، ده التوقيت بتاعه ده تقريبا او توقيت النوم خاص بيهم اكيد. اكيد طبعا كابتن فاروق، هو خلاص كده اليوم انتهى بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. طبعا كان يوم اكيد مهم، استعدادات زي ما قلت لك من خلال محاضرتين ومن خلال مران كان مهم جدا. خليني اتكلم بالتحديد عن التدريبات اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي، وقبل الوصول هنا لمدينه الاسكندريه وبالتحديد برج العرب استعدادا لهذه المباراه، كانت التدريبات اللي فاتت في القاهره تدريبات تكتيكيه. كابتن حسام البدري يمكن اجل شويه السفر للاسكندريه، احنا كنا متعودين دايما ان كابتن حسام البدري بيسافر قبل المباراه بيومين، لكن المره دي يمكن أجل السفر شوية لأنه أكيد كان بيستعد لبعض الاستعدادات التكتيكية، واللي كان بعيد عن نظر طبعا الصحفيين التوانسة اللي أكيد بيرافقوا فريق النجم الساحلي. فبالتالي كابتن حسام البدري أنهى كل الاستعدادات التكتيكية في القاهرة وبالتحديد في استاد مختار التتش. كان النهارده مران، يعتبر مران خفيف جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد زي ما قلت لك ما كانش في اي ملامح لتشكيل النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم عن بعض العناصر اللي ممكن تبقى اقرب لتعويض حسام عاشور. يعني اعتقد الاقرب لتعويض حسام عاشور في نص الملعب رامي ربيعه، هو اعتقد هو الاقرب مع الدفع محمد نجيب بجوار سعد سمير. يمكن دي حاجه نسبه كبيره هو ده اللي هيحصل، وده اللي ممكن كابتن حسام البدري يستقر عليه. ممكن برضه هشام محمد يكون متواجد، ممكن كريم ندفد ايضا. خليني اقول لك كان في اهتمام كبير جدا خلال التدريبات السابقه بالتحديد في القاهره، كان في اهتمام كبير جدا بكريم ندفد وممكن يكون متواجد ايضا. طب كلها بدائل اكيد موجوده ومتاحه بالنسبه لكابتن حسام البدري. امير خليني بس بكره البرنامج الفريق هيكون ازاي؟ قول لي بس عشان برضه الناس حابه تعرف الفريق بكره يوم وهيبقى عامل ازاي حتى اللقاء ان شاء الله. تمام، بكره اكيد هيكون اليوم الطبيعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن هو يوم المباراه، فبالتالي هيكون في ميعاد الفطار، ميعاد الغداء بالنسبه للاعبين هيكون في تمام الساعه 2 مساء. قبل تحرك الفريق بالظبط هيتحرك الساعه 5:30 او 5:15 بالتحديد من هنا من مقر الاقامه، واللي قريب جدا من استاد الجيش ببرج العرب. هيتحرك بالظبط 5:15. قبل التحرك هيكون في اكيد محاضره اخيره بالنسبه لكابتن حسام البدري للاعبين، هيتكلم فيها عن اخر النقاط، اخر طبعا التعليمات اللي هيقولها لاعبي النادي الاهلي. هيعلن فيها اكيد التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراه للاعبين، عشان كل لاعب خلاص يجهز نفسه نفسيا وذهنيا لهذه المباراه. التحرك هيكون 5:15 عشان يوصل الفريق ان شاء الله قبل ساعه ونص بالتحديد من انطلاق مباراه الاهلي والنجم الساحلي، والمقرر ان شاء الله ان هي تبتدي في تمام الساعه 7 مساء. اكيد خلاص كل الاستعدادات جيده جدا، الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي يمكن مرتفعه، خصوصا بعد الفوز الاخير امام فريق الرجاء طبعا في بطوله الدوري بنتيجه كبيره، يمكن كانت 4-1. ايضا في حاله من الجديه واضحه جدا لاعبي النادي الاهلي، عايزين يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي اللي هيكونوا ان شاء الله متواجد بكره، عايزين يوصلوا للنهائي، وعندهم دوافع كبيره جدا لاعبي النادي الاهلي يا كابتن فاروق ان هم ان شاء الله يواصلوا طبعا مشوارهم في هذه البطوله والتاهل للدور النهائي وتحقيق هذه البطوله الهامه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي، وترجع بقى دولاب بطولات النادي الاهلي عشان نوصل الاهم كمان كاس العالم، هو ده طموح النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. كابتن فاروق امير بشكرك يا امير، وان شاء الله نكون متواجدين معاك بكره، اكيد في رسائل هتبقى موجوده من خلالك كل التفاصيل الخاصه طبعا بالفريق، سواء بقى قبل ما يغادروا فندق الاقامه للملعب او في الملعب هنكون معاك امير طبعا، ويا رب كل التوفيق لفريقنا. عايز اقول لكم من خلال مباراة الوداد البيضاوي واتحاد العاصمة 21 دقيقة حتى الآن.